السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بالصحة والعافية، وأن يشفي مرضاكم ويرحم أمواتكم. اللهم أن يمن بالأمن والأمان على كل عراقنا والأمة الإسلامية يا رب العالمين. اللهم إن كن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين بالرسالة النبوية الحديث الشريف النبوي، نبينا ومعلمنا ومرشدنا من يحثنا على الزراعة وأهمية الزراعة والأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى من قام بالزراعة وأحيا الأرض. هذه فاكهة أمامكم تشوفونها، فاكهة الجامون، هذه حلوة. طبعا هي تصير على شكل الزيتون ولكن ما تنوكل خضراء، الزيتون ينوكل أخضر. هذا لما يكون باللون الأسود بهذا الشكل يكون ينوكل الثمر مالته، الغلاف عليه هو البذر، البذر مالته ما ينوكل، مر جدا. فاكهة شجرة حلوة دائمة الخضرة تعيش بأشد درجات الحرارة، يسمى في العربي شجرة الزام. وحضرنا بذورها، رحم الله والديك الأخ أبو عبد الله علاء الطائي من محافظة بابل، قام بزراعة الصنفين، والأخ الشيخ محمود راوند كريم أحمد في الآتون كوبري كذلك قام بزراعتها وزراعة شتلات. وإن شاء الله طبعا هذا صنفين من عنده، هذا الصنف المستطيل وهذا الصنف الكروي، يعني تكون دائرية، شجرة دائمة الخضرة تزرع من البذور وتحمل أكثر من درجة حرارة 55 تتحمل الدرجة، شجرة قوية جدا جدا. وشجرة أخشاب، أخشاب القوية الصلبة، وكذلك شجرة جاذبة إلى النحل، بشكل جاذبة إلى النحل بقدر ما استطعت. طبعا هذه الفاكهة ما توصل إلى أوروبا تركيا والدول العربية لأنه ما تتحمل الحرارة، يعني فترة وتخرب، لكن متوافرت عندنا بالعراق وانزرعت بأجواء العراق بكثافة. وإن شاء الله على وجود الأخوة الطيبين، الأخوة المتواطنين وياي من الأخوة والأخوات، واللي أسمع من عندهم أجمل الكلمات وأجمل الدعاء الخالص من قلوبهم الطيبة الصافية، رحم الله والديكم جميعا. وإن شاء الله لن يهمني ملل ولا تعب ولا إرهاق ولا خسائر على حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، تأدية الرسالة النبوية الشريفة. وإن شاء الله بلدنا لن يكون بلد متصحر بقدر ما أمكن، وأسعي لإحياء أرضنا العراقية ولزراعة أصناف غريبة جدا، وإن شاء الله ستكون بيئة العراق السنين القادمة إن شاء الله عند الوجود الطيبين الأخوة الطيبين لتكاثرها وتكون منتشرة بكل العراق. أخوكم في الله أبو تبارك العراقي علي الزاهي.